Bonjour mes amis et bienvenue au francophone. Ya rab tkounou zakertou le vidéo اللي fait اللي اخدنا فيه اول 13 lettres de l'alphabet français. وطبعا اتفقنا ان احنا هنكمل النهارده ال 13 lettres اللي فاضلين في الالفابي وبكده هنكون خلصنا كل الالفابي فرنسي. جاهزين؟ يلا بينا. طيب اول lettre معانا النهارده هو lettre ال N. ال N بيتنطق ن نون زي كلمه نومبر نومبر. بعد كده عندي لتر ال O. O زي كلمة Orange. Orange. بعد كده عندي لتر ال P. P. بطلع هوا من بقي تقيل. P. زي كلمة Papa. ولو فاكرين قلتلكم ما تتلخبطوش بين الـ B الخفيفة والـ P التقيلة. بعد كده عندي لتر ال Q. لتر ال Q برضو بنطقها كاف. زي كلمة كاتر. بعد كده عندي لتر ال R. R ممكن اقوله R. الاثنين على فكرة صح. يعني انا ممكن انطق كلمة روج او اقولها روج. الاثنين النطق صحيح. بعد كده عندي لتر ال S. S. لتر ال S بيتنطق نطقين. اول نطق بيتنطق سين وده في كل الحالات. زي في كلمة ساك. ساك. او بنطقه زين ز زي لو في حالة ان هو جه قبله وبعده فويل. طب هما ايه حروف الفويل يا ترى؟ حروف الفويل هما 6 حروف. اول حرف هو ا او 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 اي ايغريك. لو جه قبله او بعده حاجة من الست حروف دول اكيد هيتنطق ز زي في كلمة ميزان. ميزان. كلمة ميزان جه قبلها اي وبعدها او ودول حرفين من الست حروف الفويل اللي عندنا. بعد كده عندي لتر تي. تي زي في كلمة تومات. تومات. بعد كده عندي لتر او. او بضم بقي فيها زي في كلمة بلوم. بلوم. بعد كده عندي لتر في. V زي في كلمة فاش. فاش. بعد كده عندي لتر ال W. W وهو فعلا اتسمى W علشان هو 2 V وده لتر مش أصله فرنسي وبيتنطق نطقين. أول نطق بيتنطق V V يعني وفي حالة إن هو جاب كلمات مش أصلها فرنسي وبيبقى أصلها ألماني زي كلمة فاجون. فاجون. أو بيتنطق و و زي في كلمة كيوي. كيوي ودي كلمات أصلها لا إما إنجليزي أو أي لغة تانية غير الفرنسي. بعد كده عندنا لادخل إكس. إكس لادخل إكس متعب شوية على فكرة لأن هو عنده 5 حاجات بس على مين؟ إحنا شطار. المهم الخمس حاجات دول إحنا مش هناخد هما إمتى بيتقالوا كده غير في فيديو تاني بس النهاردة هنكتفي نعرف إيه هما الخمس حاجات. اول حاجة بيتنطق كس زي في كلمة تاكسي. تاني حاجة بيتنطق جز زي في كلمة اكزامبل. اكزامبل. تالت حاجة بيتنطق اس س زي في رقم ديس. ديس. بعد كده بيتنطق ز ز زي في كلمة دوزيام. دوزيام. واخيرا مش بيتنطق اصلا وريحنا زي في كلمة اورو. اورو يعني موجود بس ميه مش بسمع له حس. بعد كده عندي لتر الايغريك. ايغريك والايغريك هنا بيتنطق اي زي في كلمه ياور. ياور. واخيرا اخر لتر عندنا زد. زد زي في كلمه زابغ. زابغ. فوالا خلصنا كل الالفابي تري تري بيان. كنتوا شطار جدا جدا جدا. خلصنا حاجه مهمه جدا جدا. المهم تذاكروها كويس واستنوا الفيديو الجاي عشان نعرف هو بيتكلم عن ايه. اوغفوار.